أكد سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي أن حكام السعودية يقدرون الرجال أمثال سمو الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم الثاني ابن حاكم قطر وشقيق الحاكم الذي انقلب عليه خليفة قبل أن ينقلب حمد على أبيه. وكتب سعود القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كتب يقول: إن هناك خلايا من المجنسين وأعوانهم تحاول خلق فتنة بين الشعب السعودي والشعب القطري.